في إطار التجسيد الميداني لمشروع تعميم شبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي، تتواصل الأشغال بالعاصمة ليلاً بهدف تسريع وتيرة الإنجاز. إحنا ماذا بينا نستثمروا في هذه المرحلة اللي كان مع الحجر الصحي كان حركة قليلة، باش ما يكونش خطر من أثر العملية، وعلى تعطلت العملية عدة سنوات. العاصمة باش راح تحفر العاصمة من طرف للطرف، راهي فيها تعطل الأمور تاع الناس، تعطل الاقتصاد، تعطل تاع التجار. شكون تاجر اللي قبل لك تحفر عند المتجر تاعو وراه يخلص أمواله وراه يخلص. اليوم مع الأزمة هذه ماذا بينا نحن نروحوا بسرعة بوتيرة سريعة باش نكملوا الاستثمار تاعنا، نكملوا تجديد الشبكة. وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار في خرجته الميدانية أكد أن عصرنة الشبكة بالاعتماد على الألياف البصرية ستضمن تحديد مكان الانقطاع بدقة في حال حدوثه. 120 ألف عائلة راهي في الشبكة القديمة، شبكة القديمة مع كل مشاكل تاعها، يمشي شهر من بعد عيط كاين ديرونجمون، وحتى كيكون فيه تعطيلات التقنيين تاعنا راهم يعانيو، خطروا عليه يبداو يديروا دي طابونمون، ماهوش من الخير يروح يشوف الفيلا الاخر يشوف الاكيبمون، حتى المشكل ياخذ وقت باش يعني يشخص المشكل، لكن تجهيز جديد ما في بروبتيك تقنيا تقدر يعني الانسان التقني عن بعد يعرف وراه الانقطاع، حتى التصليح تاعه ما ياخذش وقت. قسنطينة هي الولاية الثانية التي ستنطلق بها أشغال تجديد شبكة الاتصالات في انتظار تعميم هذا المشروع على باقي ولايات الوطن.